مجلس التاسع، أهلا بكم. بداية، وقع أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على قانون المالية لسنة 2022، وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة سلح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد محمد الأمين مسايد، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة. عقب مراسم التوقيع، أخذ السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي. وعن أهم ما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 يفصل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. نعتبر إنجاز بما تضمنه قانون المالية من إجراءات جديدة، إجراءات نعتبرها ثورية بالنسبة للإصلاح الضريبي وبالنسبة للعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي والعودة إلى أساسيات الضريبة والمساهمة كآلية من آليات طبعا تكوين الثروة الاجتماعية وتكوين الثروة المجتمعية. كما تضمن كذلك هذا القانون عدة إجراءات سوف تساهم بالدفع بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بكل مجالات في كل مجالاته وبكل روافده. أما من ناحية الاجتماعية فقد تضمن هذا القانون إجراءات عديدة، نذكر منها مثلا منحة البطالة التي كرست عن طريق هذا القانون والتي سوف تعرف بداية للتطبيق في إن شاء الله في السنة المقبلة والتي نحن على مشارفها. كما تضمن كذلك إجراءات جديدة تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الموظف والعامل بصفة عامة، وهذا بالتخفيف من العبء الضريبي. وكذلك سوف نمضي قدما إن شاء الله في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، وهذا ابتداء من الفصل الثاني من السداسي الثاني من سنة 2022. وقد أدرجنا عدة آليات في قانون المالية 2022 من أجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، مما سوف يسمح للعمال والموظفين طبعا بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر كما قلت في هذه النقطة الاستدلالية. وطبقا لنص المادة 180 من الدستور، نصب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون أمس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة. انتقل إلى رحمة الله فجر أمس الحاج محمد عبد الله بالكبير نجلو شيخ سيد الحاج محمد بالكبير. وإثر هذا المصاب الجلال بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية هذا نصها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقدوتنا محمد ألفي ألفي صلاة وألفي ألفي تسليم. أما بعد، إيمانا بقضاء الله عز وجل وقدرته، تلقيت صبيحة اليوم نبأ وفاة المغفور له الحاج محمد عبد الله بالكبير نجلي الشيخ سيد محمد بالكبير رحمهما الله تعالى، أسكنهما فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أجل حل وقضاء نزل، وشاءت رحمة الله أن تصرف عن الفقيد ما لاقى من هول العل والمرض، وقد فارقنا ليلقى ربه راضيا مرضيا، وحسبنا أننا نحسن الظن أو نحسن أقول الظن في رب العالمين أن سيتقبله قبولا حسنا كما يليق به سبحانه وتعالى. فقد تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول أو لا نقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى صبرا ورضا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ثم فالعزاء موصول إليكم عائلة الفقيد وإلى كافة الجزائريين ورواد زاوية الشيخ سيدي محمد بالكبير ومريديه ومحبيه. لله ما أعطى ولله ما أخذ، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم فيما أصابكم، ولا أراكم الله مكروها ولا فتنكم من بعد الفقيد، وصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان، والحمد لله رب العالمين.
إذن جثمان والفقيد الحاج محمد عبد الله بالكبير سيشيع بعد عصر اليوم بمسجد الشيخ الحاج محمد بالكبير بمسقط رأسه بأضرار، إنا لله وإنا إليه راجعون. في خبر آخر إذن يتعلق بمستجدات وباء كورونا بالجزائر، حيث سجلت 390 إصابة جديدة بالفيروس وثمان وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 237 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. بهذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى الختام، في أمان الله.